يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته الجدية بمركز التحضير بي سي دي موسى تحسبا لمواجهة المنتخب الليبي في تصفية شان 2018. الحصة التدريبية لنهار اليوم كانت مفتوحة لوسائل الإعلام، شهدت مشاركة جميع اللاعبين. وتعرض اللاعب زروان لإصابة خلال المباراة التطبيقية اضطر على إثرها للتوقف وأخذ الإسعافات الأولية. الزميل إسلام بقرعة كان حاضرا وعاد بالتالي. بيريود تاع البريباراسيون اون ميم طون نحضروا المقابله تاع ليبيا نقوموا بي كوتيديان نخدموا صباح عشيه راه فيها عمل شاق شويه مع المدرب الحمد لله ان شاء الله نكونوا واجدين لو ماتش لو جور جي ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه هنا قبل ما ننتقلوا لتونس نلعبوا مع مباراه العوده ان شاء الله. الحمد لله يا ربي سي فري مشي سهله وكنا في راحه ومدينا البريباراسيون تاعنا الحمد لله يا ربي رانا بانسجام ورانا نتعودوا على بعضنا بالتكتيك اللي يديروا لنا المدرب تاعنا. راكم تشوفوا الجو راهي مليحه كاينه سيرت امبيونس في الجروب رانا كما نقولوا نعملوا بجديه نلعبوا حصتين في اليوم الحصه الاولى في الصباح والحصه المسائيه قاعدين نوخر فيها المدرب على جال الحراره كاينه حراره مي الحمد لله مالغي الحراره انا طرافاي ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله البرومي ماتش تاع لاليا هذا اللي في حملاوي.